الولاية التي أشرف من خلالها اليوم الوزير الأول، وكذا مرفق بوفد وزاري على تدشين هذه الوحدة وهذا الخط لإنتاج أولى الجرعات من هذا اللقاح. معنا عبر الهاتف سيد عبد الواحد كرار رئيس الاتحاد الوطني المتعاملين في الصيدلة. مساء الخير سيدي الكريم. مساء الخير، أهلا. إذا نتحدث عن مكسب بالنسبة للقطاع وللجزائر ولصيدال إنتاج هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في وقت قياسي بعد عام تقريبا من ابتكار هذا اللقاح من طرف الشركة الأم. طبعا هذا الإنتاج في قسنطينة بالشراكة مع الجانب الصيني. بشكل عام، ما أهمية إنتاج مثل هذا النوع من اللقاحات في الجزائر بالنسبة للقطاع وبالنسبة لصيدال اليوم؟ اولا يعني نذكروا باللي اليوم الجزائر عندها صناعه صيدلانيه، يعني في العشر سنوات الاخيره قدرنا مكننا البلاد باش نغطيو تقريبا 70% تاع الاحتياجات تاعنا، وانجاز صيدال بصنع لقاح ضد كورونا يعني محطه جديده صحيح لتصنيع اللقاح في الجزائر، ويعني مكسب كبير، مكسب عنده بعد أولا تكنولوجي، وعنده بعد اقتصادي، وعنده بعد استراتيجي، لأنه كما يعني قال وزير صناعة الصيدلانية يعني تكون عندنا قدرات باش نصدروا هذا اللقاح إلى بلدان إفريقية وعربية. تصديره طبعا فيه عامل مهم يجب أن نؤكد عليه، هو أنه إنتاج هذا اللقاح هو بنفس التقنيات وبنفس المعايير التي ينتج من طرف الشركة الأم سينوفاك في الصين، وهذا ما يسهل ويساهم في تسهيل عمل تصديره على الأقل الدول الإفريقية، هذه الأسواق التي هي اليوم بأمس الحاجة لملايين الجرعات من اللقاح. كما راك عارف يعني في العالم اليوم 33% تاع يعني النسمة في العالم راهم ملقحين، لكن في إفريقيا يعني في المليار و200 مليون نسمة كاين غير 4% اللي راهم ملقحين، وهذا يعني هذا النسبة القليلة في إفريقيا يعني لازم تبرز الحاجه الماسه لهذا النوع من المشاريع المربحه حتى من الجانب التجاري. فيما يخص كذلك اليوم نقل تكنولوجيا من الجانب الصيني للجزائر، هل يمهد هذا ويسهل لمجمع صيدال والكفاءات الجزائريه التي نجحت اليوم في هذا التحدي على الاطلاع على مثل هكذا تكنولوجيا مستعملة في صناعة جد حديثة تطلب تقنية حديثة، وبالتالي اليوم يفتح أبواب ربما للمستقبل للمضي في مثل هكذا صناعات، والمجمع ربما هو يستعد كذلك لإطلاق مشاريع ممتازة فيما يخص صناعة الأدوية المضادة للسرطان، الأنسولين بالنسبة للسكري وغيرها. طبعا هذا الإنتاج كما كنت نقول لك يفتح المجال للصيدال باش يعني كما نقولوا يدير رجله في يحط يعرف يصنع اللقاح، وهي محطة أولى لأنه المحطة الثانية يعني تصنع صيدال اون فول بروسيس، وحنا مدى بينا ثاني القانون الصحة الجزائري يعني يتغير في هذا المجال ويفتح المجال للقطاع الخاص لتصنيع الأدوية، لأن اليوم قانون الصحة تاع 2018 ما يعطيش الفرصة للقطاع الخاص لتصنيع اللقاح. ومختلف المشاريع، هو اليوم وزارة الصناعة الصيدلانية وتأسيس هذه الوزارة بحد ذاتها هو نابع عن هذه الإرادة السياسية القوية اليوم للمضي في دعم مختلف الاستثمارات في القطاع، ومن بينها استثمارات الخواص المهمة جدا لتحقيق الأمن الصحي للجزائريين والرفع من مردودية والقيمة المضافة بالنسبة لهذا القطاع، قطاع الصناعات الصيدلانية. اليوم هذا القطاع مثل ما تفضلت هو الطموح تحقيق 70% من حاجيات السوق الوطنية من الأدوية، هل يمكن أن نتحدث على أن القطاع اليوم في أريحية قادرين نحقق هذه النسبة ونروح حتى للتصدير فيما بعد؟
لا احنا ما عندناش طموح نديروا 70%، لان اليوم رانا نغطيو تقريبا 70%. يعني وزير صناعه الصيدلانيه اعلن باللي الارقام تاع 2020 باللي الجزائر تغطي 66% اليوم تاع الاحتياجات تاعها، وعندنا يعني طاقات كبيره باش نصدروا. اليوم نفهموا يعني البعد تاع تخصيص وزاره للصناعه الصيدلانيه وتخصيصها في وقت يعني وين كانت قبل ما يظهر وباء كورونا، وهذا هذا الاستثمار يعني في وزاره مخصصه للصناعه الصيدلانيه اظن جاء في محله، وواحد من يعني اللي شروي يعني نقطف النتائج تاع هذا هو بصناعه يعني لقاح في ظرف زمني يعني قليل جدا. صحيح. يعني صحيح. المختصين في الصناعه الصيدلانيه يعرفين انه تصنيع في 4 شهور حاجه يعني الناس خدمت في النهار وفي الليل وفي يعني بالجمعه باش يصنعوا في 4 شهور يعني حاجه كبيره جدا. وانا يعني كرئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدله يعني نشكر العمال تاع صيدال وكل الايدي الخافيه اللي ما يعني ما نسمعوش بهم، هما اللي يعني اطارات جزائريين جامعيين جزائريين هما اللي قدروا يعني رفعوا هذا التحدي وهما مشكورين على هذا الشيء. هذا النوع من الشراكات مع الجانب الصيني وعلى هذا على على اعلى مستوى وعلى هذا هذه الدرجه من الامتياز بين الطرفين مجمع صيدال وكذلك شركة سينوفاك العملاقة في الصين للصناعات الصيدلانية، هل هذا النوع من الشراكات يرفع أسهم المجمع الصيدلاني العمومي صيدال في السوق الإفريقية لطبعا تصدير منتجاتها وكذلك للدخول في صناعات أخرى مماثلة تتطلب هذا النوع من التكنولوجيا؟ اولا نقول لك احنا يعني 40 سنه واحنا ننتظروا من البلدان الغربيه باش يعطونا التكنولوجيا تاع اللقاح، وما عطاوها الناس والحمد لله. يعني درنا شويه للشرق وشركه كبيره كيما سينوفاك يعني اذا عطات لا ليسونس للصيدال باش تصنع الدواء تاعها يعني راهي جات شافت يعني المصنع صيدال وعارفة أن صيدال عندها القدرات التقنية والبشرية والصناعية باش تصنع هذا الخطر. ما نعطيها يعني شركة كبيرة كما سينوفاك مش رايحة تعطيها قبل ما تتحقق باللي الدواء رايح يتصنع في أحسن يعني الستاندار بكاليتي. حتى المحافظة على سمعتها في السوق فلا مجال ربما للمغامرة في هذا النوع من الشراكات، هو دليل كذلك على ارتياح الطرف الصيني لما وقف عليه من قدرات إنتاجية على مستوى وحدات صيدال. طبعا وهذا ثاني رايح يرفع يعني من كما نقولوا من الشهرة تاع صيدال باش يعني تقدر تصدر هذا لقاح السوق الإفريقية البلدان المجاورة أصلا. أنت قلت نقطة مهمة سي عبد الواحد نختم منها، أنه اليوم الجزائر ربما توجهت اتجاه الشرق والشراكة المثمرة اليوم مع الطرف الصيني، والنتائج والثمار نشوفها من خلال هذه الشراكة المتميزة لصناعة لقاح المضاد لفيروس كورونا بالجزائر. أنتم كذلك متعاملين في الصيدلة، هل اليوم الشراكة يجب أن تكون مع الأطراف الدولية التي من خلالها نستطيع إقامة هذا النوع من المشاريع؟ طبعا أنا نقول لك تجربة كمصنع يعني أنه إحنا كنا ننتظر أنه بلدان اللي كانت تصدر لنا يعني الدواء لبرودوي فيني تعطينا التكنولوجيا وهذا مش ممكن خطر يعني البيزنطيري تاعهم كانوا باش يقعدوا حياتهم كاع هم يبيعون الدواء يعني. لهذا يعني اليوم احنا لقينا انه تصنيع سهولات يعني تسهيلات كبيره
مع الهند مع الصين مع بلدان أخرى. وعلى هذا الشيء اللي اليوم يعني فيه تصنيع في الجزائر، لأنه خرجنا يعني من هذه التبعية، ويعني ننتظر أنه بلدان اليوم كاين تطوير دواء في جنيس في الجزائر، كاين يعني جامعيين رامي يعملوا مع مصنعين باش يطوروا، كاين دي لابوراتوار دي ريشيرش ديفلوبمون في الجزائر، يعني شبان جزائريين جامعيين هما اللي رامي يطوروا الدواء في الجزائر، ولهذا اللي سمح لنا باش نغطيو 70%. اليوم ثاني نقدر نقول لك في 2021 بدينا نصنعوا في الجزائر أدوية ضد السرطان، لقاحات ضد أدوية انجيكتابل ضد السرطان، رايحة مرض السرطان رايحة تتصنع في 2022. رانا نصنعوا في الجزائر هذه السنة ثاني أدوية تاع الهرمونات، يعني رانا المجال الصناعة الصيدلانية في الجزائر راهو غير يكبر، ولهذا القدرات تاع التصدير يعني كبيرة، ولازم ناخذوا الدولة تاخذ إجراءات باش نقدروا يعني نصدروا في أجال قريبة الأدوية تاعنا، ماشي غير لإفريقيا، احنا عندنا طموحات نصدروا لأوروبا ونصدروا لبلدان أخرى إن شاء الله. وهذا ما نأمله ونتمناه لكافة المتعاملين في القطاع. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الواحد كرار، رئيس الاتحاد الوطني المتعاملين في الصيدلة.